ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، وبتعيش مصر هذه الأيام أجواء احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 49 عام على عبور قواتنا الباسلة لقناة السويس وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي زعم أنه لا يقهر. وبالتالي النهاردة يكون معنا ومعكم في استوديو يوم جديد بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، جندي مقاتل وقتها شاكر محمد إبراهيم، مجموعة 39 صاعقة، مجموعة قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي. أستاذ شاكر، أهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذ منورنا محمود، يا فندم. كل سنه وانت طيب ليك. وحضرتك طيب وبخير، يعني لقب جندي مقاتل شاكر محمد إبراهيم لا أعتقد شرف، يا صحيح شرف بيذكر حضرتك بذكريات جميلة. جميلة وأحلى أيام. لو خلينا نرجع للأوقات دي، متى التحقت بالقوات المسلحة وكنت في سلاح ايه تقريبا؟ أنا اتلحقت في سنة 66 في سلاح الصاعقة على طول. 66 يعني كجندي بالتجنيد، عسكري بالتجنيد على طول على الصاعقة. على الصاعقة، ده كان سنة فارق، 66. كان يفرق مع حضرتك شوية، أو كان في ناس تانية راحت أماكن غير الصاعقة فكان في فرق كان في شوية؟ مشاة، كان في مدفعية، كان في قوات جوية، بس انا المندوب الوحيد اللي خدوه كان امير التجنيد هنا عندنا في تل الكبير هنا. انا الوحيد اللي كنت من الاسماعيليه دخل الصاعقه. طيب من 66 ل 67 السنه دي كانت عامله ازاي ومن بعدها؟ سنه 66 اول ما دخلت الصاعقه، انا طبعا انت عارف من الحياه المدنيه للحياه العسكريه في فرق، وبعدين صاعقه، صاعقه كمان، صاعقه كمان يعني جامده قوي. طبعا دخلت سلاح اسمه سلاح الرجولية والدفاع والتشبث بالأرض. سلاح فعلا، يعني الصعقة ده سلاح فعلا بيخلق من يعني أقول لك من فسيخ شربات، يعني بيعمل بني آدم عسكري فعلا، عسكري عسكري. فطبعا دخلت مدرسة الصعقة الأول، دخلت مدرسة التدريب الأول، اتدربت التعليمات العسكرية الأولانية وبتاع الحاجات دي، وطبعا تدريب على السلاح والحاجات دي، وبعدين دخلت مدرسة الصاعقة قعدت فيها 3 شهور اخد فرق الصاعقة اسمها فرق الصاعقة معلمي. الفرق الصاعقة معلمي دي فيها جميع الفنون الاوضاع القتالية. بتاعت الصاعقة كلها فيها تدريب، يعني تشوف انت لما تيجي من يعني شهر مثلا تاخده تدريب عادي في صفا وانتباه والحاجات دي، وبعدين تخش على مرحلة فيها شبط على الحبال، تعدي تحت نار، يترمى يضرب عليك رصاص حي، يعني في كنا سلك عدو مثلا 50 سنتي وانت بتعدي تحت منه والرشاش مظبوط ويضرب تصوير حيه، تنزل من السلك الشائك ده، تنزل تحت صاج مولعين فوق منه، تنزل تطلع سقف عالي، تطلع تشعبط وتنزل. ففي مدرسه الصاعقه دي طلعت منها شاكر فعلا، مش شاكر بقى اللي كان مدني مختلف، شاكر مختلف وبتاع يقف على مثلا على اي حاجه يتعلق علق عليها، لا خلاص الصاعقه علمتني كل حاجه، لان شربت الميه وشربت من الترع، لان كان الزمزميه بتاعت الميه 24 ساعه وال 24 ساعه ما كفيش حاجه. صحيح. فطبعا كان الزريب بتاع الصاعقه ده، وبعدين بقى في طابور اللي اسمه طابور الإعاشة. طابور الإعاشة ده بيعلمك بقى، يعني لما تكون في مكان واتأثرت أو مكانه واتحصرت فيه، ممكن تعيش فيه ازاي، تعيش على الطبيعة الموجودة داخل المكان، هذا المكان التعابين ممكن تاكل، فرام البيضة دي طبعا الجبال بتبقى فرام بيضة، ممكن تاكل، تعيش على الطبيعة الموجودة في قلب البتاع. فعشان كده رجل الصاعقة كان رجل يعني من أكبر الرجال في الجيش. طيب السنة اللي من بعد 3 سنين، من بعد 67 ل 70 ومن 70 أنا حضرت بقى ل 67 في أبو عجلة اللي هي رفح حاليا. طبعا ما حربناش، احنا ما حربناش، كنت في رفح وقتها. كنت في كتيبة 93 صاعقة، وكنت أخدين مهام ان احنا داخلين، وطبعا انت عارف الفرحة، هنخش اسرائيل وهنعمل وهنعمل وهنعمل. فوجئنا بطيران جاي، فافتكرناه الطيران بتاعنا، قالت طيران اسرائيلي، وكان بيستهدف فرد الصاعقه بالذات، لان يعني لابسين افراس مواها، فكان بيضربنا بالبخارز، والطلقه دي بتاعت الفخارز محرمه لانها اصلا للطيران، بيضرب بيها طياره يوقع بيها الطيار اللي بيحاربه معاه. كان بيضرب بيها الافراد. الافراد.
ربنا كرمنا والكتيبة بتاعتي أنا يعني ما كانش فيها خسائر كتير. كنت حضرتك موجود في 5 يونيو في الكتيبة؟ أيوه في الكتيبة كنت موجود في أبو عجيلة. في أبو عجيلة في أبو عجيلة في أبو رفح. آه. يعني كان حدود إسرائيلية. يعني كان يعني أول ما نشوفته الطيارات. إحنا كنا بنشوف السلك الشائك كده وبيننا وبينه. أول ما نشوف الطيران. أول ما شفنا طيران افتكرنا طيران مصري. كنا طبعاً 80 وأعلى 5 طيارات 10 طيارات 20 طيارة. ده كان بيتقال في الراديو. في الراديو وإحنا ماسكين الراضي. الله بس احنا تلاقينا الطيران اللي جاينا يضرب كنتو جاينا يهدفنا احنا. فالقصد ان ربنا كرمنا وادانا القوه وقدرنا الكتيبه بتاعتنا يعني تتجمع. وكان مدينا تفرقوا عشان من يعني العدو ما يعرفش يضرب عليه يصطادكم بالطيران وبتاع. وفتان قعدنا لحتى ما دخلت اسماعيليه دخلت الفرتان وسلمت نفسي في المعسكر الجلاء. وبعدين قالوا لا روح على انشاص الكتيبه بتاعتك لانها بتتجمع هناك. فانا قعدت اسبوع بنتجمع وبعدين طلعت من انشاص على بورسعيد. كنا 3 كتايب كتيبه يعني 3 كتايب صاعقه رحنا قعدنا في بورسعيد. هدونا مهام ان احنا نحمي بورسعيد العدو ما يخش بورسعيد. وطبعا في كتيبه كانت 143 صاعقة دي كانت بواجهة إسرائيل من ناحية رأس العش. وإحنا كنا يمين الكنال بنحمي أي يهودي يعدي من الكنال. وفي كتيبة كانت 103 قاعدة بتحمي منطقة بلوزة والحتة دي. دي بقى كانت أول حاجة ندي فيها يعني الأدب لإسرائيل ونعرفها مقام الجند المصري. كان بتاريخ كام تحديدا؟ او في سنة 67 هو في سنة في اخر 67 اخر 67 اخر 67 تمام. عرفناهم مقام العسكري المصري بالظبط. ومعركة راس العش دي الكتيبة 43 دي كانت فصيلة اللي كانت موجودة بس. والفصيلة دي وقفت قصد اكتر من اقول لك من 13 14 دبابة وطيران. واحنا ما كانش عندنا طيران في الفترة دي لان ما كانش عندنا قطاع جوي خالص. ووقفوا ودفعوا وقدروا يعرفوا اسرائيل ان الجند المصري اهو وقفلكوا اهو. وعرفناهم مقامهم وعرفناهم ان الجند المصري لم يهكر ابدا. يمرض ولكن ما ابدا ما يمكر. فكانت 67 دي كانت حاجه طيب. يعني ما لهاش لازمه. فتره العمليات اللي قبل الحرب واللي مهدت لخوض الحرب والانتصار تتذكر منها اهمهم؟ انا طلعت من المعركه بتاعت راس العش دي. رحت تلاقي كان في الفتره دي الشهيد ابراهيم الرفاعي العقيد الشهيد ابراهيم الرفاعي امير الشهداء. كان في الفتره دي ابراهيم الرفاعي كان بيكلف من الدوله ان كان اسرائيل اياميها جمعت المعدات اللي هي كانت اللي هي اللي خدتها من حرب 67 والحاجات دي. وكان في قطر بيطلع من اسماعيليه هنا يروح رفح. فكان القطر ده موجود كان موجود اياميها. فراحوا جايبين القطر وحطوا عليه الغنائم بتاعتهم كلها الاسلحه والدبابات والعربيات اللي كانوا واخدوها. فراح طلبوا من ابراهيم الرفاعي ان هو يعدي ويفجر القطر ده. وفعلا عدى ابراهيم الرفاعي وفجر القطر ده. ويومها الرئيس امره ان هو يعمل مجموعه انتحاريه تشتغل لحسابه لحسابه ابراهيم الرفاعي. فابراهيم الرفاعي جاب مجموعه من القوات البحريه الصاعقه البحريه واحنا كنا صاعقه بريه وطعمنا من بعض وقعدنا اتدربنا. وكان في الفتره دي الطلب من العقيد ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه كان في صواريخ اسرائيل جايباها ونشرها على القناه. فطلب ان يروح يجيب صاروخ واحد. في اليوم ده راح جاب لهم 3 صواريخ وجا جاب لهم الصواريخ. وهم عرفوا ايه الصواريخ اللي بتضرب على المدنيين في اسماعيليه. كان بيضربوا اسماعيليه من لسان التمساح هنا جديره موجوده حاليا دلوقتي. بص البحر دلوقتي اللي يقف في الضنفاء او يقف في الشراع يشوف الجزيره دي موجوده حاليا. ده كان لسان التمساح كان ماشي في الجبل ما كانش فيه بحر في ظهر الارض. لسان التمساح ده كان بيضرب اسماعيليه وكان هارس اسماعيليه ضرب كان بيضرب المدنيين.
اللي سنة سمعت كان في مرة فريق عبد المنعم رياض رحمة الله عليه كان في 9 مارس جاي يزور الإسماعيلية هنا، وهو في نادي الضنفضة بيمر انت عارف القضاء بيمر على يد الروح المعنوية للجنود وبتاعه مش عارف ايه، فالعادوا شافوه فضربوا عليه المنطقة، هم ضربوا متبعين فجات له شظايا من ظهره فششن، بعد ما ششن ف الرئيس عبد الناصر الله يرحمه طلب من عقيد ابراهيم الرفاعي قال له احنا صعيدة ودينا طار. قال له يا فندي يوم الأربعين هيكون الطار جاهز، وفعلا يوم الأربعين جينا إسماعيلية هنا وجهزنا نفسينا ووضبنا كل حاجة بتاعتنا ووضبنا لانشتنا وقعدنا في النادي من الأندية بتاعت الهيئة دي وجهزنا البتاع، وآخر ضوء طلبنا من المدفعية إنها تضرب الجبهة كلها تضرب مع بعضيها تغطي تغطينا لحتى من عدي. فطبعا المدفعية في الوقت ده قاعد تضرب طبعا من أول بورسعيد لحد السويس في نفس الوقت كله بوقت واحد عشان ما تعرفش انت هتعدي منين. فطبعا المدفعية بتضرب، فهم دخلوا الملاجئ بتاعتهم، هي كانت عبارة الجزيرة دي عن 4 دوشة من الدوشة محصنة، دوشة محصنة يعني قضبان سكة حديد وبعدين شكاير رمل وبعدين جايبين دبش وبعدين شكاير وبعدين رمل، يعني عشان الطيران يضرب عليهم ما يجيش عليهم اي حاجة تحت، وتحت طبعا الدوش ما بيضرب من تحت بمزغل كده مهاجكش يعني ما بيواجهش ابدا. فبيضربك من مزغل. فطبعا احنا المدفعية ضربت، كنا دخلنا الموقع وركبنا الدوشم دي كلها، وفي مجموعة مننا راحت على المدى اللي بيجي منه الاندفاع بتاع القوة بتاعتهم، بيجي لهم يعني مساعدة لما يحصل اي موقع اي حاجة، فبيجي لهم تغموا المنطقة دي واستنوا اي حد يجي، واحنا ركبنا الدوشم دي وابتدينا نضرب عليهم قنبات قنابل دخان. قنابل الدخان طبعا بتعمل عاوزين يطلع. احنا طلب مننا في اليوم ده مفيش اسير تطار، فعلا كنا قضينا عليهم 44 عسكري وصابط. طبعا احنا كل الكلام ده سمعناه بقى بعد كده ان هم شكونا في الامم المتحده، ان هم يشكوكوا في الامم المتحده. طبعا مصر نكرت ان ما عنديش حد عدى. طبعا احنا بقى كنا ساعتها اشتغلنا باسم منظمه فتح. وطبعا منظمه فتح اعترفت ان هي اللي عملت ده كان سبب تسميه الاشباح. احنا الاشباح دي احنا سمينا الاشباح ليه؟ يعني انا عملت 30 عمليه من 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 9 من 93 عمليه. يعني المجموعه كلها عملت 93 عمليه. انا عملت 30 عمليه. انا عملت افتتاح 1 و2 وفي عمليات بقى يعني الطور والحاجات دي. اللي سمينا الاشباح ليه؟ لان احنا كنا بنضرب لاسرائيل وكانوا ما بيجي يدوروا علينا ما بيلقوناش. فقلنا مقير قاعده مع موسى ديان وبتقول له انت مش عارف تجيب ابراهيم الرفاعي ده يخش يضرب ويختفي؟ قال لها يا فندم ده بيختفي ثواني بيختفي. قالت له ايه؟ هم اشباح. فتطلق يعني اطلقت علينا كلمه الاشباح من هنا. طيب عشان وقت الفقره وعايز استفيد من وجود حضرتك معانا النهارده، ذكريات التجهيز او ذكريات يوم العبور 73. في 73 انا كنا مجند، احنا طبعا خرجنا كانت عمليه تمويل، انا مجند اصلا وخرجنا ورجعنا ثاني للتدريب. طبعا احنا كنا في اليوم اللي هو 6 اكتوبر ده رايحين البلاعيم عشان نضرب البترول، لان جات لنا اوامر ان ما نخليش اليهود يستفيدوا بايه من البترول لا في البلاعيم ولا في غير البلاعيم. يعني منطقتين بتوع البترول يتضربوا. فكنا رايحين بالطيران والهليكوبتر وبتاع، وكنا مكلفين بس احنا ما كناش عارفين فيه. احنا في الجو لغايه فوق يوم 6 وما كنتش عارفين احنا في الجو فوق مع
فاحنا في الجو فوق العقيد ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه قال لنا يا اولاد كان الجيش بتاعكم عبر كنال، واحنا مهمتنا هنروح الحته الفلانيه الفلانيه وما نخليش اليهود يستعملوا البترول بتاعنا حتى لو هنولعه كله. وفعلا كانت الاوامر دي احنا كده، وفعلا نزلنا الملاعيم وخليناها ظهر ولعنا البنزين ده، قعد مثلا خزانات البنزين وحقول البنزين دي ولا ربناها وحفرات والحاجات دي اللي موجوده، لان كان اسرائيل اياميها محتله المنطقه وهي اللي كانت بتستعمل الحاجات دي. فطبعا ضربناهم وجينا ورجعنا. اما رجعنا بقى من بتاع كلفنا واحنا جايين ان في ثغره اتفتحت في الضفر الصغر. كان الكلام ده يوم 17 18 حاجه زي اكتوبر 73. فكلفنا روحوا الثغره، فروحنا شفنا الثغره فعلا، جينا اسماعيليه هنا الاول. حتى واحنا بنعدي الكوبري، كان زمان تعدي الكوبري اللي هو ده معسكر الجلاء ده، وتخش على منطقه البركه وبعدين تخش على الحلوس، ما كانش لسه الطريق بتاع البلاشات ده اتعمل، تخش لسه يعني طريق تاني لفه جامده. واحنا بنعدي الكوبري كانت لغم اللي هو ورا بتاع الترعه وانفجر، لغموه المصريين وفجروه عشان عرفوا ان اليهود دخلوا على منطقه نفيشه. احنا خدنا الاوامر خشوا، ودخلنا تلاقينا فعلا المنظر. فاخدنا الاوامر دفعوا على الاسماعيليه، لو حتى ايه اخر واحد فيكم، احنا مجموعه فدائيين يعني ليه اعمال يعني تانية. اعمال فدائيه غير اعمال فدائيه. فطبعا استخدمنا لحتى ما اجا مرسل. لا تفضل يا فندم. كانت يوم 19 اكتوبر ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه خد مصطفى ابراهيم واحد اسمه غضنفر، غضنفر ده ليه قصه يعني كبيره قوي، وواحد اسمه محمد الصادق عويس، وخدهم وطلع بيهم فوق موقع بتاع الصواريخ سام 3. كان الموقع ده اتنقل جوه مع الجيش لما اتحرك داخل جوه، وابتدى يشوف اليهود وهم جايين، ابتدى يخلي مصطفى ابراهيم يعمروا الاربشي ويضرب عليهم، لدرجه مصطفى ابراهيم بيقول لك ان الاربشي من كثر الضرب سخن على جبهه على يعني على خده، راح دور له على شكاير من اللي كانت الرمل اللي بتاعت السمنت دي وطبقها له وحطها له عشان يضرب بيها يكمل بيت الضرب. فبقول لك ضرب الدبابه الاولانيه والثانيه الثالثه جايه عليه، فبيضرب. فبقول لك مصطفى ابراهيم بصيت لقيت العقيد ابراهيم الرفاعي ده بيميل عليا بينام عليه كده. فكان ساعتها بقى ساعه اذان الجمعه، كان يوم جمعه مش عارف اذان بتاع الجمعه، الاذان بيقول الله اكبر. فبقول لك قعدت احس على ابراهيم الرفاعي، فمش فيش دم ولا وبس لا جنب منه. فراح اخده اليهود لمحوا مصطفى ابراهيم وهو بيشيل ابراهيم الرفاعي على كتفه، فابتدوا يتعاملوا على مصطفى ابراهيم بالرشاشات. مصطفى ابراهيم قاعد يزحف وشال ابراهيم الرفاعي لحتى ما دخل بيه منطقه طبعته، دخل المنطقه وسلموا لينا مجموعه يعني اللي كنا احنا في الفتره دي في الجناين بنحاول نبعد ايه اليهود يخشوش المنطقه بتاعت الجناين دي. لان تعرف انت منطقه الجناين دي حربات بيبقى حرب عصابات وحاجات زي كده، فاحنا كنا بنتعامل معاهم بطريقه لقيتهم عشان يقفوا. وبعدين هو ارض داخل ارض مش عارفها، لكن دي ارضك انت عارفها فاهمها كويس. فضلنا نصدهم لحتى ما وقفناهم، وجم كتيبه 103 ساقه استلمت مينا المهمه بعد ما كنت ابراهيم الرفاعي، وابتدوا يتعاملوا معاهم لحد يوم 22 اكتوبر. الحقيقه ان الذكريات جميله مع حضرتك، والمعلومات كمان مهمه وشيقه، وفي كتير منها زي ما كنا بنقول فقره فاضيه مش موجوده في كتب، لكن انا بس للاسف وقت خلص النهارده، فاسمح لي تكون موجود معنا مره ثانيه نكمل كلامنا باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ شاكر البندي مقاتل شاكر محمد ابراهيم مجموعه 39 ساقه مجموعه الشهيد ابراهيم الرفاعي. شكرا جزيلا فنورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كنا معكم النهارده على مدار ساعه ونص في يوم جديد، غدا ان شاء الله يوم جديد الساعه 12 ظهرا، والسلام عليكم.